من أنت؟ ما هو فريق عملك؟ كيف تأسس عملك صح؟ كيف تشتغل بقواعد صحيحة وسليمة غير موضوع خبرات الماضي ضم لها دراسة جديدة؟ كيف ممكن تستفيد من العلوم المعاصرة لحتى تشكل فريق عملك؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن جداً. مع مؤسسة عمران للتدريب إن شاء الله سأكون معكم أنا محدثكم حمزة الحمزاوي، استشاري وخبير في علوم التفوق والتطوير الذاتي، في دورة رائعة للغاية، كيف تؤسس فريق عملك أو كيف تشكل فريق عملك وكيف تكون عنصر فعال إن شاء الله. نلقاكم بإذن الله على منصة عمران.